السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب دودي سبورت. النهاردة هنتكلم على آخر صفقات نادي الزمالك اللي احنا كنا متكلمين عليها من فترة، وكنا بنقول يقترب رسميا فلان وفلان وفلان وفلان، بس لحد ما اتأكدنا خلاص اللي الصفقات خلصت رسميا. ايه يا عم دودي، انت هتقول لنا ولا هتشوقنا ولا هتمتعنا ولا هتقول لنا كل الجديد؟ انا هقول لك كل الجديد يا سيدي، وهنخش ونقول نقول نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 20,000 لايك، بنجح بيكم وبدعواتكم. اللهم صل على حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الصفقات اللي فيريرا بدا يقول لك لا انا ما عنديش مانع، علشان انا كنت عايز الراجل ده من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها، واحنا هنقول هي الصفقات التي ارتدت القميص الابيض وهو ارتداد نادي الزمالك، اللي هتكون من بدايه الموسم اللي هيكون حر، واللي هيكون يا عم دودي في ايه؟ هو احنا هنقضي اللي هيكون ويكون ويكون؟ انت خش لنا في الموضوع علشان تقول لنا كل الجديد، علشان احنا عايزين نعرف الزمالك خلص مع مين الرسمي، والجمهور عايز يعرف يخلص مع مين، وكل الناس عايز تعرف مين اللي خلص ومين اللي وقع، وكل الناس وقعت، وكل الناس هنقول، وفي لعيب اجنبي من ضمن اللعيبه دي. يعني احنا هنتكلم النهارده على الاربع صفقات اللي اكيد خلصوا رسميا وارتدوا القميص الابيض واتصوروا بيه، واحنا جبنا اللقطه من الغمزه واللمزه من الواد دودي سبورت اللي كل جديد في دودي سبورت، واحنا هنخش على الفيديو وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احمد ايمن منصور يوقع رسميا باربع سنين بمقابل في السنه بخمسة مليون جنيه. يعني احمد ايمن منصور من مواليد 94، يعني عنده 28 سنه وهو قابل للزياده، يعني في الموسم هيقول له 5 مليون جنيه، يعني زياده 20% من قيمه العقد بتاعه، يعني الزياده السنويه هتكون 20%، وهو احمد ايمن منصور فعلا احنا كان فيريرا متكلم عليه من فتره طويله، وكان بيقول اللعيب ده بيلعب في كل مكان، وهو شافه وبص عليه لقاه بيلعب سيرد باك ولقاه بيلعب باك ليفت، علشان احمد فتوح احتمال يكون بنسبة كبيرة في عقد اعتراف بالنسبة له، وبنسبة كبيرة هيكون استفادة قوية لنادي الزمالك في دخلان فلوسه. يعني محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة، محمد عبد الشافي طبعا زي ما لعيب كبير كابتن محمد عبد الشافي هو خلاص على وشك الانتهاء وهيعمل مهرجان اعتزاله، مش هيكون غير في عبد الله جمعه واحمد ايمن منصور اللي لسه بنتكلم عليه ومستر فيريرا مقتنع بيه مليون في المية. الصفقة الثانية وهو ايضا نبيل عماد دونجا. دونجا من الاسماء الثقيله، كان نجم بيراميدز اخر موسم ليه في بيراميدز السنه دي، وبعد كده هيكون حر، بس الزمالك قدر يخش في الصفقه علشان يخليه يوقع للنادي اربع سنين كل سنه بمقابل 8 مليون في غير الزياده السنويه بتاعته 22%. يعني هيكون نبيل عماد دونجا الصافي بتاعه 8 مليون في السنه. طبعا نبيل عماد دونجا من اللعيبه الديمندرات الكويسه جدا اللي تقدر تعتمد عليها في نص الملعب جنب امام عاشور وجنب طارق حامد، وهو عنده الحته الهجوميه كويسه. طبعا دونجا من اللعيبه الثقيله جدا في نص الملعب، وتقدر تستفيد منها، تقدر تستفيد اللي انت تعرف تشتغل عليها كويس، تقدر اللي زي ابن الهجمه كويس، بيلعب نمره 6 ونمره 8 كويس جدا جدا جدا. نبيل عماد دونجا من مواليد 96، يعني لسه المشوار قدامه كويس، اللي هو 26 سنه لسه قدامه مشوار، لعيب كبير، لعيب مسمار في نص الملعب يقدر يعتمد عليه مستر فيريرا، برده بيحب اللعيبه اللي زي كده من نبيل عماد دونجا. الخبر الثالث وهو الصفقه الثالثه وهو صفقه مهند لاشين اللي خلاص قدر يوقع رسميا ب 20 مليون في السنه، يعني 20 مليون النادي خلص ب 20 مليون، واللاعب هياخد له 6 مليون في السنه مقابل 20% زياده. ايه يا عم دودي؟ هو كله 20% زياده 20% زياده؟ هو احنا من ايه؟ بنحب الزيادات؟ ما تقول لنا بقى ايه هي الصفقه الاجنبيه؟ ما انا هقول لك الصفقه الاجنبيه، بس اهد عليا شويه، انا عايزك تقول لي في الكومنتات ايه ما رايكم في احمد ايمن منصور ونبيل عماد دونجا ومهند لاشين، طبعا عشان هنقول وهنخش على الصفقه الرابعه، بس بعد ما نخلص التعليق بتاع او الكلام بتاع مهند لاشين اللي قدر. مهند لاشين عنده 28 سنه، ومهند لاشين هياخد 20 مليون جنيه، ومهند طبعا من اللعيبه الكبيره جدا اللي تقدر تعتمد عليها، وبيلعب تحت ضغط
وبيلعب في نص الملعب، يعني عندك كده في نص الملعب هيكون في اربعه، هيكون مهند لاشين ونبيل عماد دونجا وامام عاشور وطارق حامد، يعني الاربعه مسامير في نص الملعب. انا متهيألي لو الاربعه دول لعبوا جنب بعض مش هيعدوا المحيط الاطلنطي، مش هيعدوا النملايه زي ما بيقولوا، وهيفضل يدوسوا ويترسوا، علشان الاربعه فعلا لعيب الكوره زي الكتاب ما بيقول. وهو بالنسبه لمهند لاشين اللي هتكون استفاده قويه جدا 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 لنادي الزمالك من بدايه الموسم الجديد اللي خلصوا رسميا. يا عم دودي ما تقول لنا بقى مين هي الصفقه الاجنبيه. هقول لك والله مين هي الصفقه الاجنبيه، وهو كان عندنا من بدري، وهو كان عندنا بس قدر الدكتور امير مرتضى منصور يخلص الصفقات دي ويخلص الصفقه الاجنبيه دي، وهو فرجاني ساسي. وهو فرجاني ساسي ابن نادي الزمالك اللي يعتبر بيقول لك انا فعلا انا ما اتربطش ولا لعبت ولا استريحت نفسيا غير في نادي الزمالك. طبعا فرجاني ساسي قدر يخلص امير مرتضى منصور معاه، واللاعب هياخد له في السنه، هو عنده 30 سنة، اللاعب هياخد له في السنة مليون دولار بعد ما كمل ياخد بياخد مليون و900 ألف، يعني الراجل اتنازل عن 900 ألف وهياخد مليون دولار حبا في نادي الزمالك، وهو ده اللعيب الأجنبي فرجاني ساسي اللي هيقدر يستفيد. وطبعا كده كده فيريرا عارفه، والدحيل القطري قال لك إيه، نخلص بالتراضي مع فرجاني ساسي، علشان فرجاني ساسي من اللعيبة الكبيرة، وبيقول لك بقى إيه، يلا عم فرجاني شوف الحتة اللي أنت هتروح تكون فيها نفسيتك مستريحة وأمورك الهادية والدنيا الجميلة والدنيا اللذيذة وحبة التلابنتيشة اللي احنا بنحبهم دول. طبعا فرجاني هو مش هيرتاح غير في نادي الزمالك، علشان بيلعب بقلبه وكيانه وروحه للفانيلا البيضاء. طبعا انا مستني تعليقاتكم للاربع صفقات اللي انا اتكلمت عليهم دول، اللي هم رسميا خلاص لبسوا التيشيرتات الابيض، لبسوا التيشيرتات البيضاء، لبسوا القافلة البيضاء والقلعة البيضاء والملكي، اللي خلاص كده ان شاء الله باذن الله رسميا يكونوا في نادي الزمالك من بدايه الموسم الجديد. ولسه بنكمل معاكم باقي الصفقات، هنشوف مين بقى الصفقه الافريقيه مع الصفقه الاجنبيه مع الصفقه الهندوسيه مع الصفقات الثقيله والجميله اللي جايه ان شاء الله، اللي هنبلغكم كل لحظه بلحظه عليها. وده كان حلقه اليوم على الاربع صفقات بتوع نادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله تنتظروني كل يوم في فيديو جديد من ملعب دودي سبورت. قبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 20,000 لايك. 20,000 لايك، المسكين الغلبان تدعموه وهو دودي سبورت. ان شاء الله باذن الله بنجح بيكم وبدعواتكم واكون عند حسن ظنكم. بشكركم، سلام عليكم.